أيضا مناشدة جديدة من خلال المواطن أبو حسين توجه إلى مبنى مؤسسة المربد، راح نعرف إحنا معاكم متابعينا من خلال المناشدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون صحة؟ قواك الله، الله يسلمك، رحم الله وديك، الله يحفظك. أنا إنسان مظلوم، انحكمت من قبل الحكم، الحكم البائد، وفسخوا عقد من الجيش، من فسخوا عقد من الجيش انحكمت من بعد التعذيب والكهرباء، بعد كذا المساجين كلهم يعرفون. فطلعت من السجن، رئيس الديوان بزمن صدام حالني على التقاعد وترجع حقوقه، من حولنا على التقاعد، رحت البيتي، البيت اللي رحت راجعته لقيت عضو شعبه، بعد انا قلت انا طالع من النار ارجع للنار الثانيه، يعني عضو شعبه كان شنو بالحزب، عضو شعبه يدخل على امر الامر يخاف من عنده، لواء يخاف، هسه كلها تسمعني، الاعلام كله يسمعني، فمش من سمعت انه قاعد عضو شعبه بالبيت، انا بعد قلت خاف انحكم، خاف تهتمني هذه، فرجعت عفت البيت وجيت زين. يا سنة ابو حسين، هاي سنه بال91 يعني بال91 بال91 ليش طلعت انا؟ انا اخو زوجتي كان معارض، وانا من اللي حاكيكم كنت متهم معارض، فجوا عليه قالوا يطلع هذا يطلعك، لان هذا عندك شارد شيخ سعد، نسيبي ابنها البصره شارد عندي، فشارد من عندي بالليل جوني قال لي شيل اغراضك وتطلع ياي، القياده مال الجيش الشعبي مال الشيخ سعد، قال هسه اليوم تطلع، طلعوني بالليل، وتعرفون انتم اللي يشيل بعد ما حد يقف يم المواطنين يكذونه يحكمونه، ممنوع وسعدموه، وعندي شهاده الوفاه مال الاعدام مال نسيبي اخو زوجتي، هو اللي اثر عليه، هو طلعني، رجعت البيت قاعد عضو شبه، فعندي كل المستمسكات، هاي كل المستمسكات عندي، عندي ورقه من الكهرباء، عندي اوراق من الكهرباء، وعندي كتاب انه اجازه، اجازه اجازه عندي يسمونها بدارة الكهرباء، ما الشيخ سعد الطونيا يسمونها الواطئ، هذا ما يسحبون الكهرباء للبيت اذا ما عنده اجازة بناء، هاي موجودة عندي اجازة البناء. البيت هو منطقة ناحية الشيخ سعد. الشيخ سعد. نعم نعم. سكنت فيه من 80 سكنت فيه من 80 لحد 91، 11 سنة عمر. نعم. 11 سنة سكنت فيه. نعم. هاي المستمسكات كلها تقرأ باسمك، الكهرباء والماء. باسم الكهرباء والماء كلها باسمي، والكهرباء عندي، وعندي يقول انا صاحب الاجازة، وانا هسه كلها صورها وتراويها لهم. نعم. هاي كلها عندي، حتى الكهرباء وكلها عندي، كلها موجوده، كلها مستمسكات. طلعت رحت سكنت بمكان اخر، البيت هسه شو هسه انا قاعد، هسه انا قاعد بايجار الله وكيلك، حتى ما عندي انا رجال قاعد بايجار. نعم. الله وكيلك 200,000، 200,000 قاعد بايجار بالتنومه بخباشه. طلعت البيت هسه من اللي ساكنه؟ هسه سكنوه اشتروه من الماليه. أي. الماليه نفسها محترفه انا بالكتاب. نعم. محترفه قالت اسم المالك على العطيوي، هاي تهميشه موجوده. نعم. اسم المالك على العطيوي. المالك الثاني بنيه ما نقدر نجيب اسمه. نعم. هاي موجوده هنا بالكتاب. نعم. زين. نعم. هذا هاي هاي تهميشه من قبل وزاره الماليه. نعم. هسه انت مناشدتك تريد تعويض ولا تريد بيتك ولا شو؟ اريد تعويض، لان نعم. لان الماليه باعت البيت، اطمن الله سبحانه وتعالى، كل انسان يخاف من الله واللي يصلي يوصل كلامي الى رئيس الوزراء، وهذا الحكي بذمتي، بذمه كل انسان مسؤول عن كلامي، بذمتك ان يسمعني ويوصل هذا الكلام، لان انا مظلوم مظلوم مظلوم، واقول حسبي الله ونعم الوكيل. قناه الفقراء، هاي قناه الفقراء، والله اقول قناه الفقراء هي تسمع الكلام، هاي الوحيده بالعراق انا اللي اسمعها هي تسمع كلام الفقير، والله بكل مكان بكل سوق بكل ولايه تسمع كلام الفقير. واجبنا هذا. اي والله.